من الجزائريين شاهد هذا الفيديو الذي تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مادة الصوف بعد وضع تونة ريكامار في الماء. وللتقصي أكثر حول مدى صحة هذا الفيديو من عدمه، كاميرا تلفزيون النهار تنقلت لمقر علامة ريكامار لشركة رجا فود الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية حاسي عامر في وهران. إذن العلبة مغلوقة جيداً، إذن سنقوم بفتح العلبة. عملية الفتح سهلة جداً. الآن نلاحظ المنتوج، إذن نلاحظ جيداً، وسنقوم بتعريضها للماء المكثف مع الضغط لملاحظة النتيجة. بعد الفيديوهات التي تم نشرها في المواقع التواصل الاجتماعي، نريد طمأنة المستهلك الكريم بأن الإشاعات المنشورة بغارة التشويه لمنتوجنا الوطني ريكامار الذي يسهر عليه فريق عامل مختص متكون من أكثر من 650 عامل مباشر هي عبارة عن أكاذيب ومنافسة غير شريفة وغير أخلاقية. ريكامار علامة جزائرية فرضت نفسها بالسوق الوطنية بفضل جودة ونوعية منتجاتها، ساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وترك بصمته بالسوق العالمية، وهو ما لم يتقبله المنافسون غير الشرعيين حسب المسؤولين عن الشركة. كما نريد لفت الانتباه إلى أن الكتلة العضلية لسمكة التونة هي عبارة عن نسيج عضوي وليست مادة صوف. تجربة غسل مكثف لمادة التونة بالماء وزيادة الضغط من الطبيعي أن يبقى إلا الألياف العضوية، وهي مكون غذائي أساسي وجد مفيد لجسم الإنسان، وهذا كافي لبرهان أنه لا مكان لمادة الصوف التي لها خصائص أخرى ومشار إليها في الفيديوهات التضليلية لتشويه سمعة وعلامة المنتوج. رغم كل العراقيل والإشاعات، رفعت شركة ريكامار التحدي واستطاعت في ظرف وجيز كسب ثقة المستهلك الجزائري وحتى الأجنبي بفضل فريق العمل المتخصص والخبرات العالية في المجال.